تابعنا معاكم مشاهدين أجواءنا المختلفة في مناطق مختلفة من قطر، هالمناطق اللي طلعوا فيها أطفالنا وعيالنا بمختلف الأنشطة واللي تنقلها لنا الزميلة حنان بلان من الخور تحديدا، حيث بنتعرف على جانب من أنشطة مركز الخور الثقافي. وصبحت الله بالخير يا حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليكم بالخير مشاهدين ومستمعين قناة الريان. مثل ما قالت حصة، أنا معاكم من مركز قدرات للتنمية في الخور اللي أسستها مركز الخور الثقافي أمس. وطبعا مثل ما أنتم شايفين في العديد من الورش العملية أو التدريبية أو الثقافية حتى الرياضية والدينية والتراثية، والمشاركة للكبار أو الصغار، حتى يعني الأطفال يقدرون أنهم يعني يتعلمون من هالشيء. ومعي أنا آمنة اللنقاوي من أحد المشتركات من هالنادي. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ خير. أول شيء قولي لي، شو اللي شاركتي فيه؟ شاركت في برنامج الأميرة من قبل تقريبا في 5 سنوات 6، وحين سوى برنامج النادي الصيفي شاركنا فيه تقريبا كل بنات الأميرة. النادي الصيفي عندنا وايد برامج نظمناها، منهم دورة في التصوير الضوئي، واليوم برنامج أمن وسلامة، واستضافنا 3 جهات الحكومية اللي هي الدفاع المدني والشرطة المجتمعية ومركز حمد للتدريب. بس أمنا، ممكن تقولي لنا عن برنامج الأميرة؟ برنامج الأميرة مدتها 9 سنوات، من خلاله يعدوننا بنات قياديات وناجحات. تعلمتي شيء منه طبعاً، ممكن تقولي لنا؟ تعلمت أن أنا أكون قيادية ومسؤولة عن نفسي، يعني ما أحط يعني مو أخلي ناس غيري اللي يسوون لي، يعني كل شيء علي أنا. يعني تعلمت شلون تكون مسؤولة عن نفسك، يعني خطوة حلوة وانت بهالعمر. مشاهدينا، سمعتوا شنو قالت آمنة؟ تعلمت كل شيء، شلون تكون مسؤولة عن نفسها وشلون تلبي حاجاتها بنفسها. طبعا بعد معي ضيفة ثانية، ألاء محمد، المسؤولة الإعلامية في مركز قدرات التنمية. صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور وحياة. بداية عطينا فكرة عامة عن هالورشة. الورشة بصفة عامة تستهدف البنات من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة. طبعا مركز قدرات للتنمية بالتعاون مع مركز الخور الثقافي قدموا برنامج أو نادي ممكن نقول تثقيفي وتنويعي للبنات في منطقة الخور وما يقاربها، يعني المناطق القريبة. طبعا الفترة من الساعة 8 إلى الساعة 12:30، طبعا الفترة صباحية. والشيء الزين إن هالفترة ممكن تنظم وقتهم، وطبعا هاي من أهدافنا كانت إن تنظيم الوقت وتروح التنافس بتكون بينهم، غير شيء استثمار وقتهم بشيء مفيد يفيدهم الحين وإن شاء الله على المدى البعيد. شنو عن الفئات العمرية؟ يعني كل ورشة لها عمر معين أو محدد؟ نعم، إحنا قسمناهم إلى فريقين من 7 سنين إلى 9 سنوات، عندهم أنشطة تناسب عمرهم، أشياء رياضية، أشياء توعوية، أشياء ثقافية. ومن عمر 10 سنوات إلى 15 سنة عندهم نفس الشيء، فقرات متنوعة فيها تجميل، فيها رياضة، فيها صحة، فيها تثقيف نفس ما شفنا اليوم. صح، مثل ما تشوفت أنا اليوم أنتم مستضيفين الدفاع المدني وحتى بعد الشرطة، مثل ما نشوف عندنا هني مؤسسة حمد الطبية للتمريض. شنو هدفهم من وجودهم هني؟ طبعا إذا هم سمعوا دورة بس البنات من غير ما يشوفون أشياء فعلية وكلام من ذي، بيكون كلام بس نسمعه، بس هم لين شاركوا ولو ما قصروا خلوا البنات يعيشون الأجواء ويفهمون كل شيء، يعني
مو من واحد خارجي أو بس مدرب، لا سمعوا منهم وهاي له تأثير أكثر عليهم، وإن شاء الله يطبقوا الأشياء اللي قالها اليوم إن شاء الله. وشنو الأهداف اللي يعني أنتوا ناويين تحققونها بعد هالورشة؟ طبعاً الأهداف الرئيسية كانت أول شيء استثمار للوقت، والحين بيتعلمون يعني البكرة شلون يكونون إنسان نظامي، هاي شيء. الشيء الثاني في عندنا فقرات إنهم يقعدون مع سيدات كبار السن في مقعد الضحى، وهالشيء بيفيدهم إن يعرفون الأشياء اللي يعني كنا نسمعها بس من قبل، بس الحين ممكن يسمعونها منهم ويتعلمون منهم، وهالشيء بيفيدهم بعد. صح، مثل ما قالت آمنة يعني تعلمت كل شيء من وهي بهالعمر، يعني شيء حلو الواحد يتعلم هاي كله وهو يعني بهالعمر. وممكن تقولنا عن الأوقات، يعني أنت قلتي إن من الساعة 8 لين 12، أوكي لين متى هالمشاركة راح تكون متاحة حق اللي حابين يشاركون؟ متى راح تسكر المشاركة؟ المشاركة خلاص وقفت، بس إيه بس إن إحنا بنستمر لين 4-9 إن شاء الله، وبدينا طبعا 15 يوم صار لنا، يعني باقي لنا 15 يوم لين 4-9. يعطيك العافية أختي ألاء محمد، المسؤولة الإعلامية في مركز قدرات للتنمية، هاي اللي كان عندي من مركز قدرات التنمية اللي في الخور. نرجع لكم الاستديو. شكرا حنان، وشكر ايضا موصول لضيفه. ومشاهدينا مثل ما شفنا هذا نشاط، وفي نشاط ايضا اخر ينظمه المركز الثقافي الطفولي، فعاليه صيفيه تشمل يعني التعرف على تقنيات التصوير وبعض الانشطه اللي حبوها الابناء المشاركين، نشوفها في هذا التقرير. بهدف استثمار وقت الفراغ لدى الأطفال وشغلهم في أمور تثقيفية، نظم المركز الثقافي للطفولة فعالية صيفنا غير، التي تتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية وورش عمل عن مواضيع مختلفة. أول مرة أجي هنا، أول سنة، وهي أول يوم لي، وإن شاء الله بستمتع، وأنا استمتعت وايد اليوم مع أنه أول يوم، ما أدري إيش بيصير باقي اليوم، يمكن أستمتع أكثر. أنا جيت السنة الماضية وجيت الحين لأن اليوم فلة ووايد وناسة، ويودونك رحلات ممتعة ويعلمونك عن التراث والحياة. شاركت عشان أخذ معلومات جديدة ويعني أستفيد من هذه، أستفيد من الدورة، وبعد يعني تعطيني معلومات زيادة. حوالي 40 طفلاً من عمر 12 وحتى 16 شاركوا في هذا النشاط، الذي بدأ في اليوم الأول بورشة عمل عن تقنية التصوير والإنتاج الفني والإعلامي. أنا أصلاً أحب التصوير، وكنت أصور السيارات ومعي طول الوقت كاميرتي، وكل ما أمر عند سيارة يعني أصورها، واليوم استفدت أكثر. جينا هنا نستفيد معلومات الحلوة، وخذينا خلفية عن تصوير كيف التصوير كاميرا. اليوم خذينا دورة عن تصوير، وبكرة بنروح رحلات، بيكون في أيام يعني بنستانس. الدورة اليوم كانت عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي، تكلمنا عن بعض الأساسيات المهمة، وكان الهدف فيها أن نعلم الشباب الصغار شلون يستفيدون من المهارة هذه وشلون يستخدمونها مستقبلاً. طيلة 10 أيام سيتسنى للأطفال المشاركين التعرف على مواضيع مختلفة، فسيتخلل هذا النشاط الصيفي رحلات استكشافية وورش عمل عن الصحة والآداب وموضوعات مختلفة، وذلك بهدف تطوير مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية وتثقيفهم حول مواضيع حياتية مهمة. طبعا مشاهدينا كل التوفيق لشبابنا الصغار ومشاركاتهم في مختلف الأنشطة اللي شفناها معاكم. والحين نرجع إلى موضوعنا الطبي والتوعوي اليوم، واللي هو يتكلم عن ارتفاع درجات الرطوبة وتفاوتها بين كل فترة وفترة في البلاد، بحيث يجد البعض صعوبة في التأقلم مع الجو، خاصة اللي يعانون من أنواع الحساسية أو الأمراض الصدرية.
وهني تبرز عندنا بعض الأسئلة حول كيفية التأقلم مع درجات الرطوبة العالية، شن هي الأخطاء الشائعة اللي قد يعني يقوم بها البعض وكيف يمكن تصحيحها؟ طبعا موضوع يتصل بحياتنا اليومية، نطرح هذا الموضوع على الأستاذة ميثا البعينين مساعد المدير التنفيذي في مؤسسة حمد الطبية. ويا هلا ومرحبا بك. يا هلا مرحبا بك وبالمشاهدين. الله يسلمك أستاذة. يعني شن هي الأسباب اللي بالفعل نكون إحنا مش مرتاحين منها وقت ارتفاع درجة الرطوبة؟ مثل ما تعرفين احنا شهر سبتمبر دائما الرطوبة تكثر فيه، فلا بد ان احنا حاسبين حساب من خلال خبرتنا بهالشهور، سواء كنا يعني امهات كبار بالسن او اطفال او عمال او اي فئه من الفئات. صحيح، حتى المؤسسات بشكل عام. اي نعم، اول حاجه كدوله مش مقاصره يعني راعت حقوق العمال وغطت بهاي، حتى لو تشوفين انه ممنوع انهم يعملون في القيلوله او في صح. الظهر او كذا، لان ياما من الفجر لحد فتره الساعه 10 ويتوقف نعم. العمل، لان اصابات ضربات الشمس والرطوبه تعرفين مع الرطوبه افراز عرق من الجسم، وخصوصا ان جسم الانسان حوالي من 60% من جسم الانسان ماء. صحيح. فلما يطلع مع العرق فبيتعرض لهبوط وبالبيتيشن او انه هو يكون دقات قلب سريعه. نعم. وبعد ذلك اغماء، فاحنا ما نبي نوصل لهالمراحل. صحيح. هذه اذا كان حق كبار السن، فما بالك لما يكون على اطفال. لابد بعد ان احنا نراعي متى نطلع مع اطفالنا، وين الاماكن اللي نوديهم، الوقت اللي نختار فيه الطلعه. احيانا نقول لا احنا بنفرحهم بنروح فندق في البرك السباحه. صحيح. لكن لازم لابد ان احنا ما ناخذهم على الساعه 12 الظهر. نختار الوقت لازم نختار بعد الساعه 3:30 4 العصر، يكون شويه الشمس هبطت ويكون العوارض حتى الرطوبه وهذه خفت شويه، على اساس ان ناخذهم على السباحه. طيب الاعراض اللي ذكرتيها هل هي ترتبط بارتفاع درجه الحراره والرطوبه او يعني اثنينهم معا؟ هو الحراره والرطوبه. ايوه، هما عوامل مع بعض تاثر على سواء الحراره بنفسها او الرطوبه، كلها نفس العوامل. نفس يعني العوامل. اي كلها بتاثر على الجهاز التنفسي، على تشوفين انت احنا يمكن كشعب يعني في الخليج تشوفين عندنا الامراض الروماتيزم كبار السن. صحيح. ما يقدرون مثلا، كلها من ايش؟ من الرطوبه عندنا. فهذه أكثرها درجات الحرارة. طيب يعني مسألة عدم التأقلم يعني بين يعني عند مع الرطوبة، هل هي مثلا منتشرة عند الكل ولا فقط عند من يعانون من خلينا نقول الحساسية أو مثلا الربو؟ لا، التعرض للأجواء أنه هو هي على الكل. على الكل، بس ان انت لازم تحتاطين، احنا في بلد هذه اوضاعنا. نعم. فلا بد ان احنا نتاقلم في الاوضاع. الحمد لله بعد هني عندنا في وين ما بتروحين المجمعات كلها مكيفه وحتى النوادي الصيفيه اللي الحين عرضتوها. نعم. كلها فتحت تكييف، لكن لو احنا قلنا مثلا بنطلع مع اطفالنا لا بد ان ما نختار طلعه الظهر. نعم. هذه أولنا من عقب الساعة 10-11 هذه وايد خطورة، لأن بتكون وين الشمس في كبد السماء. صح. تكون الرطوبة خصوصا هالأيام مثل ما احنا نشوف. نعم. فما ناخذ مثلا سيارة ونقول لا، مثلا أحيانا يحصل أن الأهل يروحون يقولون بناخذ دواء من المستشفى وهذه بنخلي الأطفال في السيارة. أبرز الأخطاء يعني الشائعة لو تكلم عنها. صح. أي نعم. تفضلي. بنخليهم في السيارة ثواني بنجيب الدواء، يمكن يصيدك اي حاجه، فلا بد انك انت تعمل احتياطك. اذا بتروح ما تاخذ اطفال معك، واذا بتنزل لازم اطفالك يكونون معك. نعم صحيح. يعني لا بد ان تكون السياره حتى فتحه الشبابيك. نعم. لا بد يكون فيها مجال للتهويه. صحيح. لا بد ان الانسان يكون يعي بكل الامور، ولا بد انه يكون يحافظ على الاطفال ملابسهم، ايش الملابس اللي بيلبسها فتره الصيف. صح.
ايش نحط كابات على الراس لو طبعا ملابس القطنيه الالوان الفاتحه الالوان الفاتحه نعم القطنيه صحيح. اللي ما يدخلها سلك او انه يكون فيها نايلون او قلم صحيح. طيب عندنا شرب الماء ايضا هذه اهم حاجه انت لو بعد يصير وعي في الموضوع كبير يعني هذه لابد لابد يعني الحمد لله حاليا نشوف شبابنا دائما لما يمشون تشوفين يعني قرشه المي بيدهم او كذا نعم. فهذه اهم حاجه لان الجسم محتاج تعويض سوائل صح اذا كان في الطبيعي انك انت لازم لتر ونص يعني تشرب فما معه. بالك انك انت قاعد تطلع العرق هاي نعم فلا بد انه يكون تعويض الماء على طول في اي مكان لا بد انه يكون معك ماء. طيب يعني من الاخطاء الشائعه يعني ان من يعني الامور اللي اسمعها ان مساله التعرق كل ما تعرق الجسم يعني ساعد انه يعني في تخفيف بعد الوزن فالناس ما تصدق ان الجو يكون يعني رطب فيطلعون مثلا يمارسون الرياضه فيعني هذه شو نقول فيها؟ هو لازم توازن توازن كل حاجة لابد أنك توزنها نعم. أنا بطلع أحيانا يلبسون سوت أحيانا صح. بدلة يعني يتساعد على التعرق نعم. أي نعم فلابد أنه بس يكون عنده تعويض ما يكون أول شيء في حرارة الشمس العرق بيطلع من الحرارة أكيد. يعني فما نزيد نفسنا بعد طين بل مثل ما نقول بالعام أن إحنا بعد شمس لا فلابد أول شيء اختيار الوقت المناسب ولا بد انه يكون مثل ما تفضلتي قرشه المي تكون بيدنا هاي ملازمه معنا صحيح اي ونعلم اطفالنا في اي مكان بيروحون في نوادي في مدارس نعم. لا بد المي يكون معاهم اول حاجه. طيب لو بنختم باهميه التنبيه لعدم التعرض لسالفه ان انا ادخل من جو بارد الى جو حار او جو رطب الى جو البيت داخل وجو البيت عادة يكون مكيف لازم أن يكون حتى السيارة أحيانا الأشخاص أي واحد بيركب سيارته يكون نعم. عرقان على طول فل يعني صح. يفتح المكيف هذه من الأخطاء الشائعة اللي قاعدين لأن تشوفين يصير فترة الإنفلونزا الجيوب اللوز فالإنفلونزا هاي على طول هاي من أهم العوارض اللي تساعد هذه الأمور فلا بد إن إحنا نعرف إن حتى شلون لما شوي شوي نرفع المكيف وما نخلي مباشر موجه علينا وعلى أطفالنا نعم. لأن تعرفين الجسم ما يستحمل صحيح أكيد أيوة. أكيد ولا نشرب ماء بارد على طول مثلا ماء بارد ويكون مثلج يقول أنا عطشان صح. لا يعني حين عندك أنت مثل الترمس صح أو الدلة يكون فيها ماي كبي الماي اللي حطي ماي بتنكسر صح لو حطيتي الماي فلا بد فما بالك في معدة نعم. تكون دافية وعلى طول تحطيه فبيصيدها مثل التشرق فيعني لا بد أن الواحد يكون حريص قد ما يقدر على جهازه الهضمي على جهازه التنفسي نعم. على الجلد تأثير الرطوبة على الجلد نعم. التسلخات تصير لابد أن نطري جلدنا دائما لأنه ينشف مع الرطوبة ومع الحر أكيد الأستاذة ميثل بوعينين مساعد المدير التنفيذي في مؤسسة حمى الطبية شكرا لك على هذه النصائح الطبية وأكيد أنها وصلت حق مشاهدينا يسعدني ويشرفني يا هلا مرحبا فيكم الله يسلمك إذا مشاهدينا بنطلع معاكم الفاصل ومن بعدها بنسلط الضوء على جديد مهرجان صيف قطر 2014 بنعرف سؤال المسابقة السياحية اليومية انتظرونا